دراسي كان الهدف نتاعو هو يعني يوم دراسي لتحليل ديال مشروع نتاع قانون الماليه وللاجابه على السؤال واش هل يستجيب للمطالب يعني الطبقه العامله ام لا، وخاصه ان البرنامج الحكومي تكلم على دعائم الدوله الاجتماعيه الى اخره. ومن بعد يعني التحليل نتاع المشروع كيبان بانه واخا كاين هناك اعتمادات خصصت البعض القضايا الاجتماعيه، ولكن هذيك الاعتمادات اولا غير كافيه، وثانيا قبل منها خاص واحد تهيئه ديال خاص قبل منها اجراءات اخرى قبل من التمويل وتنزيل القانون تاع الماليه. نعطي على سبيل المثال مثلا الحمايه الاجتماعيه، تعميم الحمايه الاجتماعيه ما يمكنش الدار في 5 سنين لانه هو ورش كبير وكيتطلب بزاف نتاع الاجراءات والقوانين والامكانيات. ونعطي المثال على هذا وهو كاين الحمايه الاجتماعيه للاجراء في المغرب في القطاع الخاص، يعني منذ يعني الستينات من 1960 التاريخ نتاع احداث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولكن لحد الساعه كنصيبوا بانه اكثر من 2 ملايين تاع الاجراء ما كيستافدوش الحمايه الاجتماعيه رغم ان القانون يسمح لهم منذ 60 سنه. دوك هناك اختلالات، ولهذا يخص يعني بعد دراسه نتاع هذه الاشكاليات وهذه الاختلالات باش اننا نمهدوا للتعميم. الاتحاد المغربي للشغل بشراكه مع الفريق البرلماني ديالو بمجلس المستشارين يوم دراسي حول القانون، مشروع ديال القانون الماليه 2022 ومدى الاستجابه ديالو لتطلعات الفئات الشعبيه وعموم الطبقه العامله المغربيه. فما هي اسباب النزول ديال هذه الندوه؟ اولا لنتعرف على مدى تنزيل الاوراش الاجتماعيه الكبرى من طرف هذه الحكومه الجديده، وخاصة الورش الكبير اللي أعلن عليه صاحب الجلالة وهو الورش ديال تعميم الحماية الاجتماعية. ثانيا لنتعرف كذلك على مدى تطبيق الحكومة الجديدة وخاصة الأحزاب اللي مكونة هذه الحكومة لوعودها والتزاماتها إبان الحملات الانتخابية من أجل الحصول على المراتب المتقدمة في الانتخابات التشريعية. هل هذه الوعود كانت مجرد شعارات من أجل كسب أصوات المواطنين والمواطنات؟ هل فعلا لها إرادة سياسية من أجل تنفيذ هذه الوعود؟ ونحن كمنظمة نقابية الأولى في المغرب من حقنا أن نعرف ونتعرف على مدى مصداقية هذه الوعود الانتخابية. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسانك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masanktv.ma.